السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في دروس الأسبوع 18 في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي. تعبير كتابي: كتابة إعلان. إذن سورة الانطلاق. ألاحظ الإعلان الآتي وأعد إعلانا يدعو التلاميذ والتلميذات إلى المشاركة في نادي الابتكار والإبداع. أخطط لأستعد لكتابة الإعلان. ألاحظ عناصر الإعلان وأصل كل عنصر بما يناسبه كما في المثال. إذن مدرسة الصفاء الابتدائية هو مصدر الإعلان. نادي البيئة إعلان للمشاركة في حملة للنظافة. إذن عنوان الإعلان هو إعلان للمشاركة في حملة النظافة. مناسبة الإعلان: بمناسبة اليوم العالمي للشجرة يعلن نادي البيئة إلى كافة التلاميذ والتلميذات أنه سينظم حملة للنظافة بساحة المدرسة في اليوم 21 من شهر مارس في 10 صباحا. إذن مناسبة الإعلان هي اليوم العالمي للشجرة. موضوع الإعلان هو تنظيم حملة للنظافة بساحة المدرسة في اليوم 21 من شهر مارس في 10 صباحا. إذن موضوع الإعلان: توقيت الإعلان. توقيت الإعلان كما قلنا في يوم 21 شهر مارس. صورة الإعلان هنا الصورة. الخطاب الموجه: فعلى الراغبين والراغبات في المشاركة أن يتصلوا بمنسقة النادي التلميذة سلوى الناجي لتسجيل أسمائهم في فريقنا. أنجز المحاولة الأولى لكتابة الإعلان. أكتب إعلانا يدعو التلاميذ والتلميذات إلى المشاركة في نادي الابتكار والإبداع. أصمم الإعلان. لمن سيوجه؟ سيوجه إلى التلاميذ والتلميذات. من يوجهه؟ نادي الابتكار والإبداع هو الذي سيوجهه. كم مساحة الإعلان؟ مساحة الإعلان إذن ورقة كاملة. كم حجم الخط؟ كبير. حجم كبير. في العنوان: في مضمون الإعلان في الخطاب. إذن مضمون الإعلان متوسط وفي الخطاب متوسط. ما الألوان التي سأستخدمها؟ استخدموا ألوان كما في هذا المثال. عوض الأخضر يمكن أن نستعمل اللون الأحمر، والعنوان يكون مكتوبا بالأبيض والموضوع بالأسود أو بالأزرق. إذن كتابة الإعلان: أكتب المناسبة والموضوع والتاريخ. أكتب الخطاب الذي سأوجهه إلى التلاميذ والتلميذات. إذن قلنا بالنسبة لي يمكن أن نقول مناسبة هي السنة مرور 5 سنين على تأسيس نادي الابتكار والإبداع. الموضوع هو مشاركة في مسابقة. والتاريخ هو في شهر أبريل. أكتب الخطاب الذي سأوجهه إلى التلاميذ والتلميذات. مثلا: فعلى الراغبين والراغبات أن يتصلوا بمنسق النادي التلميذ
عبد الجليل نجيب لتسجيل عبد الجليل النجيب أسمائهم. لتسجيل أسمائهم. هذا اسم عبد الجليل. أراجع الإعلان الذي أعددته من خلال ما يأتي. هل تناسب الألوان الموضوع؟ هل الخطاب مفيد وجذاب؟ ثانيا، استعمل عبارات مثل أيها، إخواني، أخواتي، هلموا إلى، شاركوا في، المرجو منكم. أصحح عملي وأعرضه على زميلاتي وزملائي. أولا، أكتب وأصحح ما أنشأته وأعرض موضوعي على زملائي وزميلاتي. ثانيا، نكون مجموعة من 4 أفراد لقراءة كل ملخص وتصحيحه جماعيا. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة. السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته.